مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. الحقيقه انا ما كنتش عاوز اتكلم في الموضوع ده خالص ابدا ولا اقرب له، بس ما نقدرش لانه تقريبا المنشور عنه في المواقع والصحف كتير بشكل يخلي تجاهله مساله صعبه جدا، والجدل والخناقات والشتايم اللي اتشتمناها تحديدا على وجه الخصوص انا واحد من الناس اللي اتشتموا بسبب ارائنا في الموضوع ده كتير، تخلينا لازم برضو نناقشه ونحاول نناقشه من كل الجوانب، لان الموضوع بتاع مالك وشادي تحديدا مش مجرد قله ادب ولا مساله سخريه ولا هو مساله اخلاق ضيعة ولا هو احباط ولا هو فكره المجال المخنوق اللي بيخلي الناس تتجنن وتعمل حاجات غلط، لان لو مجال مخنوق ده يستدعي ان الناس تتصرف بشكل صح عشان تفتحه، مش تتجنن فتقفله اكتر او تكره الناس فيه. الموضوع اكبر من كده بكتير، اكبر من كده بكتير. الموضوع هنا موضوع دماغ فيها مشاكل، ادمغه بايظه لا بتعرف تقدر موقف ولا بتعرف تاخد موقف ولا بتعرف تختلف. موضوع عباره عن تطرف وجنون، تطرف وجنون مع ناس لا بتعرف تفرق ما بين الصح ولا الغلط. والاهم سيبك من الصح والغلط، مش احنا اللي هنقيمه، احنا مش قايمين عشان نقول ايه صح وايه غلط، لكن الاهم موضوع يخص ناس ما بتعرفش تفرق اعمل ايه وامتى وفين وازاي بالشكل اللي يخدم قضيتي او فكرتي اللي انا عاوز دافع عنها، بدل ما يتصرف بجنون او بدون مسؤوليه فيدمر فكرته ويشوهها. الموضوع اصلا كمان اكبر من كل ده، الموضوع متعلق بالناس اللي بتحب تشوه قضيتها زي ما قلت لحضرتك، بتتصرف بعفويه تلقائيه بغباء بسذاجه بابتذال بكتير من قله الادب فتشوه قضيتها معاها. الموضوع متعلق بفكره المحامي اللي تجيبه عشان دافع عنك فيلبسك في السجن. احنا بنتكلم عن القضيه والحادثه اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي منشور عنها تقريبا دلوقتي على المواقع حسب تقديراتنا البسيطه كده مش احصاء دقيق حوالي 200 تقرير وتصريح. بنتكلم عن الفيديو السخيف والمبتذل اللي عمله مالك وشادي علشان يسخروا من جنود الشرطه ب 25 يناير. لو حضرتك يعني ما تعرفش ايه اللي حصل في الفيديو ده، الاساتذه طبعا متضايقين من الداخليه، ده حقهم الطبيعي، اي حد لازم يكون له وجهه نظر، اي حد لازم يكون له راي حتى لو مواطن عادي، راي في اداء الداخليه مش عاجبه ده وجهه نظره ومحدش يقدر يلومه عليها ابدا، ينتقدها يرفضها يتهمها يقدم بلاغات يتظاهر يهتف، حقه، حريه كفالها الدستور ده حقه، بس هم ما عملوش كده، هم فهموا الموضوع غلط وقرروا يسخروا من الشرطه. وعلى فكره عادي، ده برضو عادي، المواطن المصري اصلا ابن نكته وبيعمل نكت وكاريكاتير بيسخر فيها طول عمره من المسؤولين، فلو هيسخر من الشرطه ويسخر من اي جهاز في الدنيا حقه، ده طبيعه المواطن المصري. بس برضو الاساتذه ما عملوش كده، مالك وشادي ما عملوش كده، الاساتذه ما شاء الله عليهم انحدروا بما فعلوه الى قاعده الادب والابتذال، وراحوا صوروا لنفسهم فيديو، وانا اسف اللي اقوله لان ده اللي حصل في الفيديو، وهم بينفخوا واقي ذكري وبيقدموا للجنود على اللي هم واقفين في البردي ب 25 يناير في قلب الميدان وفي شارع وسط البلد، واقفين لا حول لهم ولا قوه، عساكر غلبانه، واحنا مش عاوزين نعرض الفيديو طبعا، مش هنعرضه ولا هنتكلم عن الحاجات دي. قدموا لهم للناس على انه بالونه ومكتوب عليها 25 يناير، طبعا المعنى واصل لحضراتكم وواضح، طبعا العساكر فرحت بان في ناس شباب صغيرين رايحين بيدي لهم هديه. العساكر شكلهم غلبان قوي، كان في ظابط برضه وقع في الفصل ده، وحظهم ان هو ظابط برضه مش واخد باله، لان لو ظابط واخد باله وقور شويتين لو اي حد فينا كان في الموقف ده يعني اكيد كان هيتصرف تصرف مش هيستحمله لا مالك ولا شادي، بعيد بقى عن البدله الميري والكلام ده، دي فكره علاقه براجل بيتم اهانته او شخص بيحاول يضحك عليه فيفهم ان هو بيضحك عليه، فانتوا عارفين رد فعل يبقى عامل ازاي. طبعا العساكر زي ما قلت لحضراتكم فرحت فصوروهم ونشروا الفيديو وكانهم عملوا عمل بطولي، وتقى كل الناس بقى كله يتسابق بقى من شويه الناس كملوا الفيديو وانشروه كانه عمل بطولي. طبعا مش عاوز اقول لك انه الهدف الاساسي ان هم عاوزين يعملوا نكته ويصوروها علشان الناس تقول عليهم ايه العيال الجامده دي؟ ايه العيال الشجاعه دي؟ مش هقولها لان ده تفتيش في النوايا. بس برضو عاوز افكرك بحاجه. عاوز افكرك انه المجند دمياط الجدع محمد ايمن ابو شويقه لما حضر الارهابي بحزام ناسف في سينا وانفجر معاه علشان ينقذ زمايله ويحميهم ما طلبش كاميرا علشان تصوره ويبقى مشهور. فاللي عاوز يعمل حاجه لله وللوطن وعشان متضايق ما يروحش يصورها. مش مهم. المهم دلوقتي انك تعرف اننا لا بنقول الكلام ده علشان نحرض على حبسهم
ولا بنقول الكلام ده علشان نحرض على مطاردتهم، احنا بنقول الكلام ده لان دي وظيفتنا، لما نشوف غلط نقول عليه غلط، ولما نشوف صح نقول عليه صح، مهما كان الاتجاه اللي فيه. وهي دي الحقيقه، الحقيقه المهنيه اللي نعرفها، انه ما نخافش من حد، ما نخافش من الراي العام، كمان ما تخافش من السلطه. بالمناسبه نفاق السلطه اقل خطوره من نفاق الراي العام، عشان يكون بس على نور. فالمهم تاني، لا احنا بنحرض على حبسهم ولا احنا بنحرض على مطاردتهم، احنا بنوثق الواقع. احنا نتمنى رغم بشاعه الفعل ده والفكره دي والفيديو ده انه محدش فيهم اتسجن ولا حد فيهم حد يقرب له اصلا. هم خلاص اتعلموا واتعلم عليهم كصنف مبتذل وفعل مبتذل، والناس قالت رايها خلاص، ومالك كمان طلع اعتذر. لكن احنا لازم نبص الموضوع بقى بشكل حقيقي. احنا بنفتح الموضوع علشان مش بس هو الاكثر انتشارا في الصحافه والمواقع النهارده، وده وظيفه هذا البرنامج، لا، عشان كمان ردود الفعل اللي حصلت حوالين الموضوع خصوصا من بعض النشطاء والسياسيين كانت كفيله بان هي تعري الكثير من الناس دول، خصوصا بعض المتمحكين في الثوره. عشان ردود الفعل كشفت لنا ان بعض الساده النشطاء اللي كانوا طول بيهاجموا الشيوخ المتطرفين لانهم بيحتكروا سكوك الجنه، دلوقتي دول نفسهم الساده النشطاء او المتمحكين في الثوره بيوزعوا سكوك الثوره على الناس عادي جدا. هو قاعد على السوشيال ميديا شاف راي يعجبه، اه ده كويس، ده كويس، ده ثوري. شاف راي مش عاجبه، لا لا ده مش كويس، ده مش كويس، ده مش ثوري. توافق على الابتذال اللي عمله مالك وشادي بالنسبه لهم تبقى ثوري ورائع وجبار وشجاع وبطل، ترفضه وتبقى موافق على اي قمع او تجاوز امني، ده رايهم هم بيقولوا كده. لو انت رفضت هذا الفيديو المبتذل، ايه ده ترفض؟ معنى كده انك موافق على تجاوزات داخليه؟ لا يا راجل، لا يا راجل، منك ليه؟ ايه اللي جاب دي؟ دي غلطه اتقال لها لا، ودي غلطه اتقال لها لا، لكن هتقول لها نعم عشان عملها واحد صاحبك او واحد على هواك او واحد من طيارك؟ يبقى انت كده ما تفرقش خالص عندي عن مبارك والناس بتوعه. طب بصوا اسمعوا دي، اسمعوها وركزوا فيها قوي. واحد من اهل بيت رسول الله، واحد من اهل بيت النبي عليه افضل الصلاه والسلام، هو سيدنا علي ابن سيدنا الحسين رضي الله عنه، بيكلموه في يوم عن التعصب وجريمه التعصب لفئه على حساب التانيه. هو التعصب جريمه؟ بيسالوه يعني التعصب للقبيله بتاعتك او لابن دينك او لابن شركتك او لابن شو، اللي هو بيسالوه يعني عن التعصب ده جريمه يعني؟ فقال لهم جمله ولا اروع ولا احلى، قال لهم العصبيه التي ياثم عليها صاحبها أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. التعصب أو العصبية أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. يعني إيه العصبية تبقى اسم وذنب وجريمة إمتى؟ حلو جدا إنك تتعصب لناديك، لأهلك، لوطنك، لفرقتك، لحزبك، لطيارك، لأصحابك. امتى بقى هذه العصبية تتحول لجريمة واسم وذنب كما قال سيدنا علي بن سيدنا الحسين رضي الله عنه؟ لما انت العصبية تعميك فتشوف الشرير في قومك، في حزبك، في طيارك السياسي، وهو شرير، تشوفه أفضل من الناس الكويسة اللي في القوم التانيين اللي عنده خصومك. ده بقى اللي حصل النهارده. اللي حصل النهارده انه حصل تعصب وتطرف وشتائم بيوجهها بعض الساده السياسيين ونشطاء السوشيال ميديا لاي حد وجهه نظره بتقول ان اللي عمله شادي ومالك غير مقبول وقله ادب. وينسحب عليه بقى انه يتم اتهام هذا الشخص بانه موافق على القوائم الداخليه، وازاي ناس اللي الداخليه عملته، وازاي مش عارف ايه، ده احباط، ده عادي، وبعدين يعني انت سايب الداخليه بالتعذيب بالمش عارف ايه وجاي تقف عند العائلين دول؟ مين قال لك ان حد سايب؟ ما تجمعش. مين قال لك ان حد سايب؟ دي حاجه. لما تلاقيه بيحصل تعذيب وما بيتكلمش قول له ايوه انت جبان، ما تكلمش عن التعذيب وجاي تتكلم عن اللي شادي عمله او مالك عمله. لكن يعني الساده النشطاء النهارده بتوع السوشيال ميديا طول الوقت بيكلموا عن الحريه والراي الاخر، بس لما حد يقول لهم رايه ويبقى مش على هواهم يبقى وحش ويتشتم زي ما انا هتشتم بسبب الكلام ده دلوقتي. نكتشف من هنا ايه بقى؟ ان الناس دي بتشوف الوحش وحش لما يمسها بس، لكن لو الوحش ده مس خصمها السياسي
بيبقى حلو حريه راي وتعبير ومحدش دعوه وانتوا دماغكم مقفوله وبره الناس بتعمل ايه. ايوه يا سيدي ماشي اوكي. المشكله بقى مش بس هنا، المشكله كمان في المنهج. يعني الناس ابدت رفض لهذه الواقعه المبتذله فيترد عليهم بحاجات من نوعيه ايه؟ يعني انت موافق على تجاوزات الداخليه، تقول له لا يا سيدي مش موافق والله، فيرد عليك ويقول لك تبقى يعني مش فارق معاك الشباب اللي اتحبس ظلم وقضايا التعذيب وجاي ماسك في دي، فترد تقول له لا والله يا سيدي فارق معايا وبرفض الكلام ده وشايفه جريمه زي ما انا شايف مالك والتاني جريمه. يقول لك دول ولاد صغيرين ومتهورين ما ينفعش تعمل معاهم كده. تقول له طيب خلاص، يبقى اللي بيتحرشوا باختك في الشارع والعيال الصغيره بيمشوا يقولوا لها نكت ابيحه في الشارع او فيها في المواصلات العامه برضه حريه راي وتعبير، ولسه عيال متهوره وصغيره. لان اللي حصل ده مش افيه، ده تحرش بواحد كان بيودي شغله، واحد لم يثبت ان الشخص اللي واقف ده مجند اللي واقف ده عمل لك حاجه وحشه. المهم على المستوى القانوني شادي ومالك طبقا لراي حقوقيين نشروا او مصر يوم خدت تصريحاتهم، قالوا في المصر يوم النهارده ايه؟ ان مفيش شيء قانوني يدين شادي ومالك في هذا الفيديو المبتذل. يعني مثلا المحامي والحقوقي الاستاذ نجاد البرعي قال في تصريحات لمصر اليوم ان الفيديو اللي عمله شادي ومالك منافي للذوق العام وهزار تقيل، لكن مفيش فيه جريمه تقتضي حبس من قاموا به. وقال احنا مش المفروض نقلد الناس اللي في السياسيين اللي بيشتموا، وكلنا معترضين على طريقتهم في التعامل مع خصومهم ونعمل زيهم. الله، كلمتين في العقل، كلمتين عاقلين جدا. يا سيدي هو معلوش مشكله قانونيه، هل معنى كده المشكله انتفت؟ لا، المشكله ما انتفتش. المشكله ان انت دلوقتي بتعمل زي الناس اللي انت بتنتقدهم، زي النائب اللي وقف يشتمك جوه البرلمان وانت عملت عليه حفله. طب ما تسيب بقى الناس التانيه من الطرف التاني تعمل لك حفله طالما هتقضوها حفلات وإفيهات. الناس هتمسك في الكلمتين بتوع نجاد البرعي ويقولوا لك اهو القانون بيقول مش جريمه لكن منافي للذوق العام بس. طيب حلو، هو منافي للذوق العام بس، ما اسمعش صوت حد بقى على السوشيال ميديا تاني زعلان من افلام السبكي، ونقعد نقول على السوشيال ميديا ان هي مبتذله وتنافي الذوق العام واللي بيعملوه بيبهدل المجتمع وبيودي المجتمع في داهيه وتعبر عن جهل وانحدار صناعها. الا اذا قلت لي ان اللي عمله شادي ومالك بيعبر عن جهل وانحدار صناعه وما نشجعوه. وما تبقاش تزعل من واحده زي بتاعه كليب سيب ايدي لما تعمل لك فيديو كليب مبتذل وترجع تقول الدوله سايبه المجتمع ضحيه، لانك انت عاوز تسيب الفيديو ده اللي قال عليه الراجل الحقوقي انه منافي للذوق العام. ما تبقاش تزعل من فلان لما يسخر منك ويشتمك على الهوا ويقول على بتوع الثوره ان هم كذا وكذا وكذا وكذا. هتقول اللي عمله شادي ومالك شتيمه، مش شتيمه يعني، دي شتيمه تعبيريه. انا عارفك هتقعد تلاقي مخارج. ايوه هي شتيمه تعبيريه فعلا، مش شتيمه لفظيه، لكنها شتيمه تعبيريه واهانه. وانت عارف طبعا القاموس بتاع المصريين في الشتايم كله تعبيري. يعني هل ترضى انه حد بقى من خصومك السياسيين اللي بيكرهوا النشطاء يطلعوا يعملوا لك شتائم تعبيريه على الهواء وقتها هتبقى عادي؟ او يمشوا مجموعات من البلطجيه مثلا يقولوا ما تضربش الناشط فلان الفلاني، بس انفخ له وقت ذكري ويكتب عليه اسمه واديه له في الشارع وصوره، او ارمي عليه كيس مش عارف ايه، او اضربه على قفاه يجري بسرعه، صح؟ وتتصور، او مش عارف اتحرش بيه في شارع. فنقضيها بقى مع بعض كده، نسيب بقى وكل واحد يسلط على خصومه اتنين تلاتة اربعة يعملوا فيديو كوميدي يسخر منه ويهينه. وبقت اصلا هي هواية، هواية دلوقتي عند كتير من المواقع، هواية دلوقتي عند كتير من الناس اللي بتحب تلعب على السوشيال ميديا، ان هو ياخد الكاميرا وينزل يقعد يسأل اسئلة تبين جهل المواطن المصري. وانا بقولك انا مش مصدقك، لان انا مش عارف انت صورت كام واحد. يعني ممكن هو يجيب لك في الفيديو يسأل مثلا ايه هي حرب 6 اكتوبر سنة كام مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا حط في الاعتبار ان المواطن واقف ده واقف في الشارع، فممكن يكون عنده رهبه من الكاميرا، خايف من التصوير فمش عارف يجاوب، او السؤال حصل له اي حاجه. وحط في الاعتبار انه هذا الاخ اللي بيصور الفيديو وعاوز يسخر من المواطنين يعني والناس اللي في الشارع، ممكن يكون صور مع ألف واحد عشان يطلع منهم باربعه مش عارفين، بس يصدر لك الاربعه كانه الفيديو كان كله كده، وانت عادي بتضحك وانتهى الموضوع. وقتها يقول لك بقى ايه؟ انه وصلنا النتيجه انه التدني وانحدار بقى مصطلح يتم استخدامه لما الناس اللي تبعك او الناس اللي تبع خصومك تعمل حاجه مش على مزاجك فيبقى تدني واحتضار وانحدار، لكن لما الناس اللي تبعك انت يعملوا حاجه على مزاجك يبقى حريه راي وتعبير، صح؟ في شيزوفرينيا اكتر من كده؟ في ظلم اكتر من كده؟ المشكله مش بس واقفه عند ابتذال الفيديو ولا عند ردود الفعل اللي عرت ناس كتير في السوشيال ميديا النهارده ولا بعض النشطاء
المتمحكين في الثورة ولا بعض السياسيين، لا المشكلة وصلت إن هي كشفت عن مزايدات رخيصة حتى على صاحب الفيديو نفسه. يعني مالك ده اتزايد عليه النهاردة لما قال يا بس. الصبح لما اتنشر الفيديو كان مالك، أحمد مالك الفنان الشاب الصغير، بالنسبة لبعض الناس على السوشيال ميديا بطل وشجاع في أول النهار. بس في نص النهار بقى جبان. ليه بقى جبان؟ لأنه نشر اعتذار عن الفيديو، وقال في الاعتذار كل الكلام اللي السادة النشطاء كانوا بيعتبروا اللي بيقوله منافق. أحمد مالك مثلا قال في الاعتذار بتاعه اللي كتبه على صفحته الخاصة على فيسبوك، قال أنا بعتذر بشدة لكل شخص أساءه الفيديو وخاصة الشرطة. الفيديو فعلا فيه تجاوزات لم أتوقع، الكلام ده على لسان أحمد مالك اللي عمل الفيديو، لم أتوقع إن هي تخرج بره دايرة الأصدقاء، وده مش مبرر على الخطأ. بص الولد، أنا عمري 20 سنة، وساعات في السن ده الافكار بتبقى متهوره، بتسبق التفكير العقلاني، وللاسف الغلطات دلوقتي بقت مسجله ومصوره، وده بيديها عمر وحجم اكبر من حجمها الطبيعي. دي لحظه تهور ولحظه مش محسوبه، وفعلا ندمان عليها وحاولت مسحها، لكن فوجئت بان هي انتشرت قبل ما اقدر انقذ الموقف. يمكن الموقف ده كان نابع من احباط على عدم القدره على التعبير عن الراي اللي جيلي حاسه الايام دي، بس برضه ده ما يدينيش الحق اني اتجاوز واعبر عن رأيي بطريقة متجاوزة في حق الآخرين. وقال أحمد مالك كمان إنه أكتر حاجة مضايقاني إنه هيتم استخدام اللحظة دي لتشويه الثوار والثورة، وما أقدرش ألوم حد في النقطة دي إلا نفسي اللي الإحباط عماها. أتمنى من الجميع، دي رسالة أحمد مالك الأخيرة، إن هم ما يتعاملوش مع اللحظة دي على إنها بتلخصني، ويتعاملوا معاها على إنها لحظة عابرة لن تتكرر، ومرة أخرى بعتذر. أنا عاوز أقول لك كل الكتب في هذا الاعتذار كلام محترم جدا. طبعا المشكلة ان الولد تعرض لمزايدة بعد ما اعتذر. قال لك الاعتذار صدمهم، خلاهم يشتموا في الولد اللي كانوا بيمجدوا فيه الصبح. بعض الناس فيهم فلسفوا وقالوا لك اكيد تعرض لضغوط فعشان كده اعتذر. طب انت ليه رفضت الناس اللي الصبح؟ ها؟ طالما انت بقى بتخمن. في ناس الصبح من اللي رافضين الفيديو يقول لك اكيد الولد ده في حالة نفسية مش مظبوطة عشان اعمل الفيديو ده، او شارب حاجة خليته يعمل الفيديو ده. لكن انت طبعا مش من حق الناس دول يقولوا كده، لكن من حقك انت تقول اكيد تعرض لضغوط عشان عمل كده. طب وليه ما يكونش راجع نفسه واكتشف ان ده غلط؟ ولا انت كمان هتصادر على حقه؟ الحدوته دي الواحد الحقيقه شايفها من بدري، ولازم نعرف ان هي مش لازم تعمل الجدل ده. ليه؟ لانك انت في الفتره الاخيره هتقول اللي يحبوا الساده النشطاء هتبقى عظيم وجميل ويرفعوك لسبع سما، هتقول اللي مش بيحبوه هتبقى منافق ووحش. على الجنب التاني الناس اللي هم تقدر تسميهم مؤيدين، هتقول نقد في الحكومة أو للرئيس أو لأي جهاز من الأجهزة في الدولة تبقى أنت عميل وخاين وممول وطابور خامس. هتقول كلمتين على مزاجهم تبقى أنت وطني شديد الوطنية والإخلاص. هو احنا بقينا عايشين كده؟ كل واحد عاوزك يا تقول لي على مزاجه يا تبقى حاجة. هما نفس العقول في كل طرف، بس في طرف فيهم عنده مشكلة أكبر شوية. الطرف اللي عنده مشكلة أكبر شوية أنا بحمله برضو الموضوع، لأنه مفروض إن هما طول وقت أكثر انتقادا للأفعال، ولكنهم طول وقت برضو يأتون بمثلها ودايما بيضحكوا عليها. ونفكرهم بحاجة، فكركم، خلوا واحد زي حازم عبد العظيم دايما نموذج، خلوه بطل لما كان بيقول كلمتين ضد الدولة، وبعدين لما ضربهم على قفاهم وراح كان بيعمل في الحملة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي قعدوا قالوا عليه خاين، وبعدين لما طلع من الحملة بعد ما خدش اللي هو عاوزه، لان هو رايح عشان ياخد منصب، فالراجل ما خدش منصب، ما كانش بيشتغل لوجه الله، فطلع شتم تاني، فرجعوا يتعاملوا معاه لانه بطل. حطوا قصة هذا الرجل اللي هو حازم عبد العظيم قدامكم، شوفوه كان بيقول كلام معارض ضد فلان وفلان وفلان، بيتعاملوا معاه لانه بطل. الراجل راح انضم للحملة طمعا في ان ياخد حتة من التورتة، ما لقاش حتة من التورتة، فطلع قال ايه؟ كلام معارض معارض معارض، فرجعوا يتعاملوا معاه لانه بطل، بعد بطل خاين بطل. وبكره ممكن يحصل نفس الحكاية، نفس الحكاية لو تفتكر محمد أبو حامد مثلا. وقت الخرطوش البطل الشجاع محمد أبو حامد. بطل. خاين محمد أبو حامد يطلع يقول كلمتين، بطل، عادي. هما كده عايشين اليوم بيومه. المشكلة ان هما كمان بيستخدموا نفس التهمات اللي الناس يعني اللي بيكرهوها بيعملوهم، يعني هما بيكرهوا ناس معينين او شايفين رموز سياسية خصوم ليهم للنشطاء، يعني بيعملوا هذه
التفاصيل يعملوا زيها. يعني ايه؟ تلاقي مثلا يطلع اعلامي يقول لك على الناشط الفلاني عميل، لكن الساده النشطاء يتضايقوا على طول يقول لك ما فيش دليل بطلوا تشويه. صح، عندهم حق طبعا، ما فيش دليل، ازاي ما عندكش دليل تطلع تقول على واحد عميل؟ لكن الساده النشطاء نفسهم عادي جدا يقولوا على السياسي الفلاني او الاعلام العلاني مخبر من غير ما يطلعوا دليل، المفروض ده تصدقوا معادي طبعا، يقول لك ما معروف بالضروره. طيب النائب الفلاني اللي بيكره مثلا الثوره وبتاع يطلع يقول لك الناشط الفلان ده ممول وبياخد فلوس من بره وعنده اجنده، فيعترض الساده النشطاء ويقول لك ده تشويه ده اتهام. بينما هم نفسهم الساده النشطاء لما يلاقوا حد مختلف معاهم سياسيا يقول لك يا عم ده بياكل عيش وبيقبض من فلان وفلان وفلان، برضه من غير ما يقدموا دليل، بس حلال ليهم حرام طبعا على الراجل التاني. لما طلع واحد قال على لعيب كوره اسمر البشره انه بواب، انتفض النشطاء وقالوا ده عنصريه وتجاوز ولا بد من محاكمته. لكن لما الساده النشطاء نفسهم شتموا النائبه لميس جابر لمجرد انه عندها اراء مخالفه ليهم او شتمتهم، ما شتموهاش عادي، لا سخروا من ملامحها ومن لون بشرتها عشان هم حلال ليهم السخريه حرام لغيرهم. في الجنب التاني بقى، وزي ما غلط شادي ومالك وعملوا فيديو مبتذل، النهارده برضو بعض الاعلاميين وبعض السياسيين وهم بينتقدوهم عملوا اداء مبتذل الحقيقه. النهارده مثلا خبر منشور في موقع انفراد عن الاستاذ سيد علي طلع يقول ايه للناس دول؟ انت طبعا المفروض تطلع تتكلم في هذه القضيه بصفه حقك، فتقول الخطا هنا والخطا هنا وفلان اخطا، لكن لما تيجي تقول له فلان انت غلطت وتقولها له بنفس الطريقه يبقى انت ارتكبت جريمته مضاعفه، على الاقل انت كبير. طلع يقول لهم ان حذاء اي فرد في جهاز الشرطه برقبه هؤلاء الشباب وبرقبه عائلتهم. اقف هنا بقى، يعني انت طالع تأدب ولد شايفه مش مؤدب فبتشتمه وتستخدم الالفاظ دي؟ طب بلاش يا سيدي، عاوز تشتمه هو وتقول رغم ان مفيش جهاز متحد برقبه حد، خلينا بس على جنب، تطلع برقبه عيلته؟ ده سب وقصف علني على فكره. وبعدين قال لك ايه؟ جزمة اي حد في الشرطه بيهم وبعيلتهم واللي ربوهم، ده في ناس شواذ بيدافعوا عنهم. يا راجل كده عادي؟ وبعدين وبعدين انت بتشتم احمد مالك بابوه واهله، وابوه كان اول واحد طلع رفض اللي ابنه عمله، بتهين الراجل ليه؟ يعني انت بتدافع عن ناس عشان تعرضوا للاهانه اللي هم جنود الشرطه، فتروح تهين ناس تانية قاعده في بيوت ملهاش ذنب، وبعدين توصل لدرجه شبه الدرجه بتاعت الابتذال بتاعت الفيديو بتاع العيال، فتقول له لولا الشرطه دي كان زمان الواقي الذكري جنب والدتك ولا جنب امك. ايه ده؟ طبعا الرد بالطريقه دي جريمه اكتر من جريمه شادي ومالك بكتير، لانه في اهانه لامهات واهالي ما لهمش اي ذنب، فانت جيت كحاله عمتها. قولا واحدا اللي عمله شادي ومالك دول فيديو احقر مما ينبغي ومبتذل الى اعلى درجه، مش بس لانه استغل عدم معرفه الجنود الغلابه الموجودين اللي واقفين في البرد دول بالموضوع، لكن كان لانه بيعبر عن جبن. جبن، انت رايح لواحد ما يعرفش ايه ده؟ صدقني انت لو كنت وقعت في ايد ظابط قاور شويتين وعارف اللي انت بتقوله ده، يعني ما اعرفش كان هيحصل لك ايه، ما اعرفش كان هيحصل لك ايه الحقيقه، لان انا لو حد عمل معايا كده ما اعرفش برضه هيحصل له ايه. فدي جريمه بتاعه الفيديو في حد ذاته، ثم تيجي الجريمه الثانيه الناس اللي بيدافعوا عن الفيديو في حد ذاته، ثم تيجي جريمه ثالثه الناس اللي هم الساده النشطاء يعني اللي بيتهموا الناس اللي مش عاجبها الفيديو ويشتموهم، ثم تيجي جريمه رابعه الناس اللي بيحاولوا يشتموا شادي ومالك فيجودوا اكتر. اربع جرائم بسبب فيديو تكشف لك هذا المجتمع عايش ازاي. عاوز تعرفوا عايش ازاي؟ النهارده ضابط جيش في سينا بعت لنا رساله الحقيقه مدميه، انا مش هقرا لحضراتكم، بس هو راجل بيقول لكم والله العظيم بيقول للمصريين يعني بيقول للسياسيين تحديدا يعني بيقول لهم كفايه نفاق، بيقول لهم كفايه نفاق، احنا بنموت في سينا وانتوا قاعدين بتخانقوا بعض في خناقات تافهه، فبيقول لكم كفايه نفاق، مش واحد يطلع يعمل نفسه مع الثوره ويشتم والتاني يطلع يعمل نفسه ضد الثوره ويقبض والتالت يطلع مش عارف يعمل كذا والتالت يقول لك لا ده عيد والتالت يقول لك ده مش حفله ده مش عارف ايه. الراجل بيقول لكم كفايه نفاق،
كفايه انفاق، وعلى الاقل خالص اسكتوا واهدوا واتعاملوا بعقل علشان تساعدوا الناس اللي بتحارب في قلب سينا. بعت الرساله دي بقول والله ربما تكون رسالة الاخير. ربنا يحفظك، واعتقد ان رسالتك وصلت للناس كلها بسبب الجرائم اللي اثبتها هذا الفيديو المبتذل. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.